كيفية ما تابعته حضرتك وشاهدته على مدار السنوات الكثيرة الماضية في العلاقات المصرية السعودية، هل كانوا طول الوقت متفقين إزاء قضايا بعينها على نفس الرأي ونفس المبدأ، ولا كل دولة لا منهم؟ لا يمكن، لا يمكن حتى ما بين الأشقاء، حتى على مستوى الأسرة الواحدة لا يمكن أن يتوافق شقيق مع شقيقه في كافة وجهات النظر وفي كافة الاتفاقات. بالضروري أن تقع هناك خلافات، لكن هل أنا أستخدم هذه الخلافات للتشويه السعودية أو لمحاجاة السعودية؟ أنا بقول رأيي وأنت بتقول رأيك، ومن حقي أن أقول رأيي، أن أقول رأيي، ومن حقك أن تقول رأيي. ولم يحدث على وجه الإطلاق أن مصر لا شهرت بالموقف السعودي ولا قالت أن السعوديين بيصدعوا جبهة النصرة. أنت بتقول يا جماعة، ومش هي اللي تقول، ده القرارين اللي هم القرار الروسي والقرار والقرار الفرنسي اللي كانوا معروضين على امام مجلس الامن، الاثنين بيطالبوا بوقف كل امدادات السلاح الى جماعات الارهاب التي تعمل على الارض السوريه، وبيطالبوا بالفصل ما بين قوات جبهه النصره وقوات المعارضه المعتدله. وقبل كده والسعوديه كانت موجوده في اجتماع الدول الداعمه ووافقت على هذا المبدا، والروس والامريكان موافقين على هذا المبدا قبل ان يختلف حول تفاصيل التطبيق. طيب عندي استفسار تاني، وارجو برضو ان حضرتك يعني تقول لي وجهه نظرك في هذه الفرضيه. هل من الممكن أن يكونوا قد اتفقوا قبل ما يدخلوا الأمم المتحدة وتفاجأت بعد كده مثلا المملكة العربية السعودية بالموقف المصري، ولا ده غير وارد على الإطلاق؟ لا غير وارد على وجه الإطلاق.